أهلا وسهلا بيكم. توقعات مشي الحيك لبرج العذراء للعام الجديد 2023. بتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ونكون عيلة واحدة. وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك. النجاحات في الحياة المهنية هي الصفة اللي هتبرز في برج العذراء للعام الجديد. هتتفتح أمامهم الكثير من الأبواب وهيوصلوا لأهدافهم اللي بيتمنوها وهتلبي طموحاتهم ورغباتهم في الحياة المهنية. بينما على الصعيد العاطفي هناك حالة من عدم الاستقرار اللي هيعيشها مواليد برج العذراء، ولهذا مشيل حيك بيدعوهم للتحلي بالصبر والهدوء والاتزان وعدم التسرع في القرارات العاطفية. عام سعيد على برج العذراء. في الأول والأخير لا يعلم أبدا الغيب إلا الله وحده.